من الذي قتل المتظاهرين؟ بالنسبة لي قناعتي كانت ولا تزال ماكو طرف ثالث، احنا كنا ناس متظاهرين واكو حكومة. بالنسبة لي لا يوجد طرف ثالث، الناس اللي قتلت الشباب المتظاهرين هي جهات متطرفة متغلغلة داخل الحكومة، يا اما كانت الحكومة على علم، حكومة عادل عبد المهدي، يا اما كانت هي على علم مباشر. شلون اجوا القناصين يوم 1/2/2019، وشلون منو ضمهم، منو نشر القوات هذه اللي قتلت، يا اما كانت باوامر مباشره، يا اما كانوا يعرفون من هو هذا الشخص وتستروا عليه، وبالحالتين هو كان شريك بالجريمه. هسه هو يقول لك شلون تثبت لي، ما عندك دليل، اعطيني الادله. انا اتكلم بمسائل منطقيه، ربما الحصول على الادله والاثباتات ياخذ وقت، ولكن يعني الان اذا اريد نستشهد بجريمه، مثلا الجريمه اللي ارتكبها الطاغيه ضد قضاء الدجيل، نعم، واللي اخذ عليها اول حكم اعدام، تمام، خب هم ممكن هو ينكر بالمحكمه يقول والله اني ما انطيت، ولكنه ماكو شيء اسمه طرف ثالث، انت انطيت او تعرف منو اللي انطى ومتستر عليه، انت مسؤول، انت قائد عام قوات مسلحه، رئيس الوزراء، انت رئيس الحكومه، ماكو شيء اسمه مجزره تستمر في الناصريه لمده 8 ساعات وانت رئيس وزراء وقائد عام وما تعرف تاخذ اوامر، شلون ايقاف اطلاق النار، ضبط نفس الاخرين. لانها كانت مؤامره خارجيه، هكذا هو تحدث السيد عادل عبد المهدي في اخر مقابله صحفيه، قال كانت مؤامره خارجيه بدفع امريكي، وتفاصيل كثيره اذا ما كنت تذكر هذه المقابله، وبالتالي كان يتعامل معها على هذا الاساس. على كل حال واجب الحكومه ان تحافظ وتحمي الانسان، تحافظ على حقوقه، تحافظ على ممتلكاته وتحميه. إذا حكومة بأجهزة أمنية واستخباراتية وجهاز مخابرات وطني وجهاز أمن وطني وقيادات شرطة ومديريات أمن واستخبارات ومكافحة إرهاب، إذا ذول كلهم ما يعرفون أنه أكو جهة ما أعرف منين مدعومة من يا أمريكا ما أعرف منو أجت هي وروجت وضربت، إذا أنت أيضا ما أديت واجبك، أنت ما حميت المواطن، ثم هاي شلون قدرت تتغلغل بعشر محافظات وتضرب الناس على مدى شهور؟ الآن وزير الدفاع في حكومة عادل عبد المهدي هو اللي صرح، وكان موفد إلى فرنسا في وقتها، صرح قال القذائف اللي نستخدمها المضاد اللي هي قذائف الغازات المسيلة للدموع أثقل بـ3 مرات ومداها أبعد يقارب الـ400 متر.